على أثر خلاف حول موقف سيارة. أب يقتل أبناءه الخمسة. ازدياد حوادث العنف والقتل في الوسط العربي. نزاع عائلي ينتهي بمقتل خمس شباب. منذ بداية العام قتل في حوادث الطرق 157 قتيلا بينهم 49 عربي. جراد العنف يأتي على الأخضر واليابس في الوسط العربي. بعد أن قضى الجراد السياسي على هويتنا القومية، بدأ جراد العنف بالقضاء على ما تبقى منها. بعد أن قضى جراد العنف في الوطن العربي على الحاضر والمستقبل، لا بد أنه بدأ يلتفت إلى الماضي ليقضي على ما تبقى في هذه الأمة. في هذه الحالة لن يجد الإنسان العربي ما يسند ظهره إليه في مواجهة الأخطار المحيطة به سوى مسند الكرسي الذي يجلس عليه. بعد مع احترام لكل حرف في لغتنا وتقديرا للجميع ظروف الزمان والمكان، في كل جملة وفي كل مرحلة في الوسط العربي وفي الوطن العربي، لا بد أن نسأل ما فائدة الاسم إذا كان صحيحا والوطن نفسه معتل؟ ما فائدة الاسم إذا كان صحيحا والبلد نفسه معتل؟ وما فائدة الاسم وما فائدة الجملة هذه أو تلك إن كانت مبنية على الضم أو الفتح ما دامت شوارعنا مبنية على حوادث العنف والقتل؟ ثم لما وجدت اللغة في تاريخ أي أمة؟ أليس من أجل التفاهم والحوار؟ أليس من أجل التفاهم والحوار بين جماعاتها وأفرادها؟ فأين مثل هذا الحوار الآن فيما بيننا؟ هل يوجد حوار بين التاجر والزبون؟ بين المستاجر والمالك؟ بين المحقق والمتهم؟ بين العامل ورب العمل؟ هل هنالك حوار بين الزوج والزوجة؟ بين الأخ وأخيه؟ بين الجار والجار؟ هل هنالك حوار بين الإنسان والإنسان؟ ولما الحوار أصلا ما دام اختلاف الرأي ممنوع والاتفاق مشنوق؟ ولما الحوار أصلا؟ لم تعد هنالك حاجة أن تسأل عن أي شيء أو تجيب عن أي شيء، فكل شيء أصبح مكتوبا في كل مكان وفي كل بطاقة، في المستشفى فوق كل سرير، وفي المطعم في كل فطورة، وكل شيء من حول الإنسان العربي أصبح مكتوبا وواضحا ومعروفا على جميع نواحيه، من الألبسة، من الأحذية، من الخضروات، من الفواكه، وأيضا من البيوت ومن المزارع والعقارات. ولم يبقى سوى أن يكتب على الشعوب سيرها ومنشئها ومدى صالحتها للاستعمال. والأهم من كل هذا وذاك، هل يوجد اليوم حوار بين السلطة والشعب؟ هل يوجد حوار بين السلطة والشعب في أي مكان وزمان في هذا الشرق؟ مثلا أي مسؤول إنجليزي لو اختلف مع أي كان في أي محاضرة أو مناقشة لأتى بحجة من شكسبير لإقناع مستمعيه، والإيطالي لأتى بحجته من دانتي، أما الألماني لأتى بحجته من نيتشي، أما نحن فنأتي بحجتنا من حرب البسوث. وأي مسؤول عربي لو اختلفت معه حول عنوان قصيدة لأتاك بدبابة، فتفضل ناقشها، ولو قررت أن تناقشها فسوف تلاحقك في كل مكان في رحاب الوطن.
في كل مكان في رحاب الوطن العربي، كما قال الزعيم الفاشل، بيت بيت ودار دار وحارة حارة وعارف زنقة زنقة هذه. وفي مثل هذه الأحوال عند انعدام الحوار، ماذا يفعل حرف الجر المسكين أمام حاملة الطائرات مثلا؟ وماذا تفعل علامات الجر والنصب والرفع أمام رفع الأسلحة؟ ماذا تفعل؟ وما دام الحوار الوحيد المسموح به في الوطن العربي وفي معظم شوارع البلد العربي وبين أبنائك يا بلد هو حوار العين بالعين والخنجر بالخنجر، فما فائدة لغتك يا بلاد ما دام شعبك لا يعرف إلا لغة الدماء؟ ما فائدة لغتك يا بلاد ما دام شعبك لا يعرف إلا لغة الدماء؟ آخ يا بلد آخ، لقد أصبحنا في زمن آخر، الزمن المعدني. أصبح كل شيء من حولنا معدن، معدن أسود، معدن السلاح، كل شيء أصبح من حولنا مسلحا. السنابل أصبحت مسلحة، والعصافير مسلحة، حتى الثقافة أصبحت مسلحة، وحتى الديانة أصبحت مسلحة. هذا هو الزمن المعدني، هذا هو الزمن الذي فيه الثقافة والكتابة والكرامة والرجولة في الغروب. فلما هذا البكاء إذن على اللغة العربية؟ فلما هذا البكاء على اللغة العربية؟ فلم تعد هنالك حاجة للغة، لم تعد هنالك حاجة للغة. فمن يريد شيئا من اللغة فليتفضل، يأخذ ما يريد ويرحل. أنت أيها الشعر التقليدي، كم كلمة من أمثال رمال ورماح وجراح تريد؟ تفضل مع السلامة. وأنت أيها الشعر التقليدي، كم كلمة من إبداع وتجاوز وتخطى تريد؟ تفضل مع السلامة. وأنت أيها المضيع العصبي، كم كلمة في الظروف العصيبة ومن اللحظات الحاسمة تريد؟ تفضل مع السلامة. وأنت أيها المتزن المثقف، كم كلمة من أمثال في الواقع وفي الحقيقة جدلية وشمولية ونظرة موضوعية وقفزة نوعية تريد؟ تفضل مع السلامة. قبل البكاء على اللغة يجب أن نحاسب الإنسان الذي ينطق بها، قبل البكاء على اللغة يجب أن نحاسب الإنسان الذي ينطق باللغة. لغتنا اليوم لم تصبح تستخدم إلا للتناحر والخصام وانعدم منها الود والوئام. لغتنا اليوم لم تستخدم إلا للتناحر والخصام وانعدم منها الود والوئام. لغتنا لغة أهل الجنة، لغة الكتاب الذي أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كتاب الله. حصرت للفتن، حصرت لإشعال الفتن والفساد، حصرت لإشعال الفتن والفساد. قبل احترام اللغة يجب الاحترام الإنسان الذي ينطق بها، قبل البكاء على اللغة يجب البكاء على الإنسان الذي فقدته اللغة، يجب البكاء على الإنسان الذي فقدته اللغة. قبل إحياء اللغة يجب إحياء كل ما أمتناه فينا، إحياء كل ما أمتناه فينا، وهو إحياء الحب والسلام، إحياء الأخوة والأخاء، إحياء الحب والسلام والأخوة والأخاء. فقط عندما نحيا من جديد سوف تعود اللغة من جديد.